السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ النهاردة هنبدأ وصفة جديدة. ايه هي؟ الكبدة. بطل النهاردة معانا هو الكبدة. الكبدة بايه؟ بالموتزاريلا. دي جديدة. طيب معانا ايه تاني؟ هنحتاج سمنة، سمنة بلدي طبعا. انا بعمل السمنة وبحط معاها زيت نباتي، زيت ذرة، اي زيت ذرة، اي زيت نباتي عندكم جميل حطوا منه. ومعانا طماطم، ومعانا توم، ومعانا علبتين زبادي، بس دول عشان انا هعمل توميه جنب الكبده، ماشي. وهنعمل ومعانا فلفل الوان متقطع، ومعانا الجبنه الموتزاريلا، ومعانا التوابل. التوابل عباره عن كزبره، فلفل اسمر، شطه، كمون، ملح، بس مفيش تاني. دلوقتي بقى احنا هنبدا تقطيع الكبده الجميله بتاعتنا. الكبده انا مسكتها نقعتها في الخل، يعني الكبده ما بتتغسلش بميه عشان ما تديكيش زفارة، انت بتغسليها بخل وتبداي تقطعيها، ماشي. بتقطعيها ايه؟ مكعبات عاديه، مكعبات عاديه. هقطعها واكملها واجي لكم تاني. احنا هنبدا عمايل الكبده. حطينا صينيه ومعايا السمن البلدي اللي عليه الزيت النباتي، انا سليت وخدت على قد الطبق، ماشي. ودلوقتي بعد ما السمنه قدحت معانا هنحط الايه؟ الكبده. سامعين الصوت؟ عشان تديها صدمه ما تنزلش ايه دم. نشوحها نشوحها كده، هنحط معلقه ثوم، ثوم كبيره، نحط معلقه ثوم كبيره. بالتوابل، توابل ملح وبابريكا وكمون وشطه وكل الحاجات. ونقلب الثوم بالتوابل عشان ريحه الكبده تبقى جميله وتاخد من ريحه التوابل وتتحيق بالملح. بتقلب كده في الثوم، اول ما الثوم يطلع ريحته ابدا يضيف الاضافات التانية. فلفل الوان، ودي طماطم متقطعه مكعبات برضو، حط عليها. يعني اللي يحب ياكلها كده 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 بالخضار جميله، بس انا حبيت اضيف الاضافه اللي هي بتاع الموتزاريلا عشان الاولاد بيحبوها، يعني عشان الاولاد بيحبوها وجديده ويبقى طبق جديد وجميل.
ودلوقتي انا هحط الموتزاريلا. ماشي، الطبق بتاعنا بقى جاهز، هنزله واغرفه وارجع لكم تاني. دلوقتي يا جماعة ادي منظر الطبق بتاعنا الجميل، ادي الجبنة بالموتزاريلا. عايزة اقول لكم حكاية جميلة، وهي طعمها جميل شكلها جميل، ويا رب تعجبكم. جنبها طبق التومية جميل برضو، بالهنا والشفا. سلام.